بعد الفورم مباشرة هفتح البي اتش بي مود وهتست بقى البيانات المبعوثة لي من الفورم دي. فطبعا احنا هنعمل اف كونديشن نسأل من خلالها هل السبميت اتداس عليه ولا لا. فهقول اف والكونديشن از سيت، الفانكشن بتاعت از سيت مين بقى؟ اس دولار ساين اندرسكور بوست جلوبال فاريبل بتاع البوست، سوري بس هنشيل الكلام ده، وجوه بوست دي هكتب الاسم بتاع البطن اللي هو عندي هنا ريجستر. يبقى لو ده معناه لو المستخدم داس على البطن بتاع ريجستر اعمل ايه؟ تعالوا نعمل ايكو دون ونشوف الكلام ده هيشتغل معايا مظبوط ولا لأ. اف 12 واحد هيجي يقول لي انا مش شايف حاجه، مش شايف دون دلوقتي. اقول له انت دوست على ريجستر، اول لما دوست على ريجستر على طول الكونديشن اتحقق ودون ظهرت معاك. يبقى انا اقدر دلوقتي اخد الداتا بقى اللي جايه لي من التكست بوكسز دي واحطها في متغيرات بي اتش بي. يبقى انا مش عايز دون، هعمل هنا كومنت وهقول ستور انبوت داتا ان بي اتش بي فاريبلز، وتحت هنا اول متغير عندي يا ريت نمشي بالترتيب. فهقول اليوزر نيم هيساوي اس دولار ساين اندرسكور بوست مين بوست اليوزر نيم طبعا. سيمي كولون عشان انهي الستيتمنت بتاعتي. اللي بعده هيبقى الباسورد هتساوي اس دولار ساين اندرسكور بوست، لازم البوست تبقى كابيتال طبعا، باسورد طبعا الاسم اليوزر نيم ده انا جايبه منين على حسب النيم بتاع التكست بوكس، والباسورد برضه هي الباسورد زي ما انا شايف كده. طيب اخر حاجة عندي الايميل هيساوي اس دولار ساين اندرسكور بوست ايميل. لو جربت اعمل ايكو للكلام ده عشان اشوفه بس ماشي مظبوط ولا لا، اف 12 هكتب هنا سعد، الباسورد سعد برضو، هاجي على الايميل وهكتب سعد ات سعد دوت كوم وندوس على سبميت. كل الداتا فعلا اتبعتت لي، ادي الباسورد ادي اليوزر نيم وادي الباسورد وادي الايميل اللي انا كاتبه. يبقى انا اقدر بقى اشيل الايكو دي كنترول زد كده وارجع تاني للشكل ده. دلوقتي هدخل اعمل الكونكشن بيني وبين قاعدة البيانات، فهنسمي الكونكشن ده او هنحطه في متغير اسمه سي او ان هيساوي ماي سيكوال اي كونكت. يبقى انا هستخدم ماي سيكوال اي كونكت فانكشن، واي فانكشن طبعا لازم الباركتس دي، وهيبقى جوه عندي اربع متغيرات. اول حاجه الهوست اللي هو عندي طبعا لوكال هوست، اليوزر نيم روت، الباسورد مفيش، اسم قاعده البيانات عندي سميناها بامي، وعايز اعمل اختبار الكونكشن ده هل هو مظبوط ولا لا. بس قبل كده هنرجع نحط كومنت وهنقول ايه كونكت تو بامي. هنعمل تشيك الكونكشن باستخدام اف بلوك، ادي هنا الكونديشن وادي البلوك. هقول لو كان في قيمة للكونكشن ده هتشتغل عادي، else نفذ لي البلوك ده، هستخدم الفانكشن بتاع الداي، وجوه الداي هكتب السترينج بتاع كونكشن ايرور. وهنا بقى عايز اعمل display للخطأ ده، فهقول MySQL connect error MySQL I connect error. وطبعا اي function قلنا لازم تنتهي بالتو باكتس وانهي الستيتمنت بتاعتي. يبقى انا عايز بس اظبط تظبيطة للكلام ده عشان يبقى شكله باين. هنزل هنا طبعا انا مش شايف حاجة كده لما الكونكشن يبقى صحيح، فهنا هقول echo connected وهنرجع للإندنت دلوقتي حالا بس نجرب الكلام اللي احنا عاملينه ده. احنا بنقول if الكونكشن ده مظبوط اطبع لي connected
فإلس لو في خطأ اطبع الخطأ ده. فهنا طبعا انا عندي الداتا كلها مظبوطة، متوقع ان انا يطلع لي دلوقتي ايه، يطلع لي connected، فهدوس F12 وهنا فعلا طلع لي connected اول لما فتحت الصفحة. يبقى كده انا ماشي مظبوط، ولكن انا عايز اظبط بقى الاكواد. فانا كنت عايز الكلام ده يتنفذ لو كان الكونكشن ناجح مع قاعدة البيانات. يبقى اذا انا هاخد الكلام ده كنترول اكس واشيل اي وايت سبيسز وادخل في البلوك بتاع النجاح ده واعمل كنترول في، هيبدأ يتطبق لي الاف دي. ولكن كده هيبدأ يبقى فيه براكتس كتير عايز اميزهم من بعض. فهنا هقول ايه، كومنت كده ايز سيت بلوك، هسمي ده ايز سيت بلوك وهسمي ده كونكشن بلوك. دلوقتي هظبط الاندنت بقى، انا عندي اول حاجه كونكت، بعد كده اف، اي حاجه جوه الاف دي لغايه الكلوز بتاع الكونكشن لازم تاخد تب، كل دول انكلودد جوه الاف دي. وبعدين هدخل جوه الاف التانية هلاقي الكلام ده كده included جوه تاني اف، هدوس تاب، والداي لازم تاخد تاب هي كمان. يبقى كده الموضوع باين لي بشكل احسن، وهشوف الكلام ده شغال معايا مظبوط ولا لا، هدوس F12 تمام. طيب انا هنا عايز العب في الهوست وهدوس F12 وادي نتيجة الـ MySQL I connection، او بيقول لك get address info failed no such host is known، عنده مشكلة ان هو مش قادر يشوف الهوست ده. يبقى انا ارجعه تاني مظبوط، وبكده نكون احنا اتصلنا بقاعدة البيانات. خطوتنا اللي بعد كده ان احنا هنبدأ نكتب الداتا اللي مبعوتها في التكست بوكس دي جوه التيبل اللي داخل بامي داتابيس.